الآن سنقوم بكتابة معادلة تتناسب مع التمثيل البياني التالي. إذن هنا تم تمثيل خط باللون الأحمر، والمعادلة تتضمن هذا الخط لأنه مرسوم باللون الأحمر العريض، إنه ليس خط متقطع. سيكون عبارة عن جميع هذه المساحة فوقه ستكون أكبر من أو أن y تساوي هذا الخط. علينا أن نجد أولا معادلة هذا الخط. بإمكاننا إيجاد تقاطع y من خلال النظر إليه. تقاطع y سيكون هنا، دعوني أقوم بهذا بلون أغمق. تقاطع y له يقع هنا على y تساوي سالب 2، تلك هي النقطة 0 وسالب 2. فإذا فكرت بهذا الخط، إذا فكرت بمعادلته والتي تكون y تساوي mx زائد b، أي بنموذج تقاطع الميل، لقد قمنا بإيجاد b تساوي سالب 2. إذن ها هي سالب 2 تقع هنا، ودعونا نفكر بالميل. إذا تحركنا إلى 2 في اتجاه x حيث دلتا x أو التغير في x هو موجب 2، فكم يكون التغير في y؟ التغير في y سيكون سالب 1، الدلتا x أو دلتا y على دلتا x تساوي الميل. ما يساوي في هذه الحالة سالب 1 مقسوم على 2. وحتى أدعمكم يمكن القيام بهذا في أي مكان. يمكنك أن تقول ماذا سيحدث إذا عدت إلى 4 في x؟ إذا عدت إلى 4 فإن دلتا x ستساوي سالب 4، وإذا كانت دلتا x تساوي سالب 4 فإن دلتا y تساوي موجب 2، ومرة أخرى فإن دلتا y على دلتا x تساوي 2 على سالب 4 وتساوي 1 على سالب 2. أريد أن أدعم ذلك بأنه لا يعتمد على المسافة التي انتقلتها على طول محور x، أو ما إذا انتقلت للأمام أو للخلف، فدائما يجب أن تحصل على الميل نفسه وهو سالب 1 على 2. إذن معادلة هذا الخط هي y تساوي سالب 1 على 2x زائد سالب 2، هذه هي معادلة هذا الخط. الآن هذه المعادلة تشمل ذلك الخط وكل شيء فوقه لأي قيمة لx. دعونا نفترض أن x تساوي 1. حسنا، دعونا نأخذ هذه النقطة حتى نحصل على عدد صحيح. دعونا نفترض أن x تساوي 2، دعوني أتخلص من هذا الواحد. عندما x تساوي 2 هذه القيمة ستعطينا سالب 1 على 2 ضرب 2 ناقص 2 ستعطينا سالب 3. لكن هذه المعادلة لا تقتصر على y تساوي سالب 3 أو جميع القيم التي أكبر من y تساوي سالب 3. أعلم ذلك لأنه تم تضليله في هذه المساحة كلها. إذن المعادلة التي تتوافق مع الرسم البياني الموجود في الأسفل هي، وسأكتبها بلون عريض، هي y أكبر من أو تساوي سالب 1 على 2x ناقص 2. هذه هي المعادلة التي تمثل الرسم البياني، حيث أنه خط لكننا نريد جميع هذه المساحة الموجودة في الأعلى وتساوي هذا الخط. إذن هذا كل ما لدينا عن المعادلة.